يا مساء الفل عليكم، حلقة جديدة من ربع ساعة رياضة، كبسولتنا اليومية السريعة دايما بنحاول فيها ان احنا نتعرف على اخر واهم وابرز الاحداث الرياضية المحلية او العالمية من السبت للاربعاء هنا عبر شاشة التلفزيون المصري. خلونا نبدأ من أخبار دوري أبطال إفريقيا الشامبيونز ليج الأفريكان، طبعا الشامبيونز ليج. نادي الزمالك بيختتم مشاركته في البطولة بفوز كبير جدا على تنجز السنغالي بنتيجة 4-1، فوز رغم توديع الفريق للبطولة. الانتصار ده للأسف لم يشفع للفارس الأبيض أنه يتأهل لدور الثمانية من البطولة الإفريقية، خاصة إن زي ما احنا عارفين إن كان تأهله مرتبط بنتيجة لقاء آخر في نفس المجموعة الرابعة اللي كان جمع ما بين الترجي التونسي والمولودية الجزائري. الزمالك كان بحاجة لخسارة مولودية الجزائر أمام الترجي في اللقاء الآخر عشان يحسم التأهل لدور الثمانية. زي ما احنا عارفين برضو المواجهة امبارح انتهت بتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. الفرنسي باتريس كارتيغون المدير الفني لنادي الزمالك أكد أن نادي الزمالك لا يستحق الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا. كمان باتريس كارتيغون كان أوضح أن الظروف لم تخدم الفريق بعدما حصلت نقطة واحدة فقط من أول ثلاث مباريات في دور المجموعات، وهو ما أثر على خروج الفريق من البطولة. كمان المدير الفني قال أن الفريق بينافس على لقبي الدوري والكاس وسيسعى للفوز بالبطولتين، وكان ليه تصريح مهم جدا قال ان المنافسه على الدوري المصري اصعب من المنافسه على دوري ابطال افريقيا. في 8 فرق تأهلت إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، شهد تفوق عربي بتأهل 5 فرق عربية من أصل 8. كانت أبرز المفاجآت خروج طبعا نادي الزمالك وخروج كمان مازيمبي الكونغولي. خلينا نتعرف على مزيد من التفاصيل في التقرير اللي جاي. أسدل الستار على دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد انتهاء مباريات المجموعة 6 والأخيرة، وشهد أمس 4 مباريات في الجولة الأخيرة من دور المجموعات نجح فيها الزمالك في الفوز على تونجيت السنغالية 4-1، بينما تعادل الترجي التونسي مع مولودية الجزائر بهدف لكل منهما. النتيجتان قادتا مولودية الجزائر للتأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بفارق نقطة أمام الزمالك الذي يحتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بينما حسم الترجي الصدارة ب11 نقطة. الوداد نجح هو الآخر في الفوز على بيترو أتلتيكو الأنجولية بنتيجة 2-0، فيما تعادل حورية كوناكري الغينية مع ضيفي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-0 منهما. وبتلك النتائج حسم الوداد صدارة المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، فيما صاحبه كايزر تشيفز الذي حسم المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة عن نظيره الغيني. ومن المقرر أن تقام قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 30 أبريل الجاري في القاهرة. وفي نفس بطولة دوري أبطال أفريقيا النادي الأهلي بينتظر اللي هتسفر عليه قرعة ربع نهائي البطولة، هتقام إن شاء الله القرعة يوم الجمعة الموافق 30 أبريل الجاري في القاهرة. الأهلي طبعا بينتظر مواجهة فريق من الثلاث فرق دول، يا إما الترجي التونسي أو الوداد المغربي أو فريق سان داونز الجنوب أفريقيا. هتلعب مباريات ذهاب دور الثمانية يومي 14 و15 من شهر مايو المقبل،
تقام مباريات الإياب أيام 21 و22 من نفس الشهر. طبعا من المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة يوم 17 يوليو، لم يتم طبعا تحديد مكانها حتى الآن. ولسه مع أخبار الأندية في البطولات الإفريقية، طبعا الأندية المصرية بنتكلم عن بيراميدز اللي هيلاعب نظيره الرجاء المغربي بالجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية. فريق السماوي بيبحث عن رد الاعتبار بعد خسارته في الجولة الماضية أمام بطل المغرب في كازابلانكا بهدفين دون الرد. أما الرجاء فبيتربع على قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط. بيأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ناكانا زامبي برصيد 3 نقاط في المركز الثالث، أما نامونغو التنزاني في المؤخرة بدون أي نقاط. حقق ريال مدريد انتصار ثمين جدا 2-1 على ضيفه برشلونة مساء أمس في إطار منافسات الجولة 30 من الليغا الأسبانية على ملعب ألفريدو دي ستيفانو. سجل لريال مدريد كريم بنزيما في الدقيقة 13، توني كروس في الدقيقة 28، بينما أحرز فريق أو برشلونة هدف برشلونة من جويزا في الدقيقة 60. بالفوز ده بيرفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة في المركز الأول بشكل مؤقت، ويتفوق على الوصيف أتلتيكو مدريد بفارق المواجهات المباشرة. بس طبعا أتلتيكو مدريد ليه ماتش أقل، بينما بيتجمد رصيد برشلونة عند 65 نقطة بيحتل بيهم المركز الثالث. نروح بقى سريعا للبريمير ليج. امبارح فريق ليفربول اللي بيضم طبعا بين صفوفه نجمنا المتألق محمد صلاح بيحقق فوز مهم وثمين جدا على أستون فيلا ضمن مباريات الأسبوع ال31 بنتيجة 2-1. بالنتيجة دي بيرفع رصيد ليفربول رصيده من النقاط إلى 52 نقطة بيحتل بهم المركز الخامس بجدول ترتيب البريمير ليج الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. أما أستون فيلا بيتوقف رصيده عند 44 نقطة في المركز العاشر. طبعا الماتش اللي شهد إصابة محمود حسن تريزيجيه بنتمنى له طبعا كل تمنياتنا بالشفاء. بالخبر ده مشاهدينا نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. بكرة إن شاء الله في نفس التوقيت حلقة جديدة من ربع ساعة رياضة. أشوفكم على خير. سلام عليكم.